الاثمنه ديال الدجاج وديال الالومنيوم كلشي تزاد، كلشي مابقاش كيما كان، الخدمه نقصات بزاف، ما بقاش الاثمنه هي هذيك، الكليان ولا كيهرب من الخدمه وبزاف الحوايج. ملي قلت لك تقريبا ملي بدات كورونا الاثمنه تبدلات كامله، ما بقاتش كيما كان. وكاين اقبال على يعني الزبناء، لاحظتوا كاين اقبال بحال بحال هذه؟ لا ما بقاش الاقبال كيما كان، راه قلت لك الكليان ولا مدي واحد النظره خايبه على الالومنيوم دابا. نعم. مابقاش كي كتقول لي الثمن كيقول لك زدتي عليا بزاف، علاش؟ كتقول لي تشرح لي الدجاج راه تزاد، السلعه تزادت، مابقاتش كتدخل، كيقول لك لا دي ما. نعم. تمدي واحد الثمن مزيان ودابا تبدل عليا الاثمنه بزاف. نعم. وانت الشركات اللي كتزودكم بالسلعه؟ حتى هي ما عندهمش، هما ما عندهمش سلعه. نعم. كتمشي عنده كيقول لك انا واقف بحالي بحالك، انا واقف، ما كاينش سلعه ما داخلاش. مابقاش كتدخل سلعه من برا. مابقاش كتدخل سلعه من برا. ما تفهمش داك الشيء، واش من الديوانه، واش من السلعه ما كايناش، ما فهمتش والو. دابا حاليا دابا واش الناس مابقاوش يقبلوا على الدجاج والالومنيوم، شنو دابا في الزبناء، شنو هما المواد اللي كيلتجؤوا لها دابا البديله، مواد بديله؟ راه كي باغي يخدم ولكن ما لاقيش، كيقول لك انا باغي نصايب، ولكن الثمن اللي قلتي لي راه بزاف، ما نقدرش نصايب به، نقدر نصبر واحد شويه ما تبدل السلعه، تدخل السلعه هذه كتجي السوق واقفه ديالات هذا بزاف بزاف، السوق كامل الناس كاملين واقفين، قليل اللي كتلقى عنده شي كليان كيخدم معاه وصافي. شنو هي الاسباب اللي خلات الاسعار ديال الزجاج ترتفع في الاول والاخير؟ الاسباب كاين اسباب مباشره وكاين اسباب غير مباشره. الاسباب المباشره هو ان الكوفيد، ملي دخل الكوفيد هو فاش تزاد الثمن ديال الدجاج. واسباب غير مباشره مثلا الضرائب اللي زادوا عليهم في الضرائب، والسلعه ما بقاش كتدخل بزاف، فهمتي ولا لا؟ هذو هما الاسباب الغير مباشره. ما بقاش كتدخل السلعه بزاف، وحتى القانون ديال الضرائب اللي دار دابا، يعني حتى هو من الاسباب اللي خلات الثمن ديال الالومنيوم يتزاد، في الثمن ديال الالومنيوم وديال الدجاج، راه ما تنساش الدجاج هو اللي تزاد فيه، ترى الالومنيوم راه تزاد فيه واحد 30% اللي تزاد فيه. شحال دابا حاليا، شحال كان السعر ديال الدجاج؟ شحال دابا الثمن اللي تزاد ديال الدجاج؟ تزاد اضعاف ديال الثمن ديالو اللي كان تقريبا مقارنه دابا واحد عامين دابا، فهمتي ولا لا؟ تزاد تقريبا واحد تقريبا تزاد شي ثلاثه الاضعاف ديال الثمن ديالو اللي كان في المتر كاري ولا تقريبا. حيت الدجاج فيه انواع، راه فيه تقريبا راه فيه شي واحد 20 نوع ديال الدجاج، كل نوع تزاد فيه، يعني كل نوع ديال تزاد، كل نوع ديال الدجاج راه تزاد فيه، راه ماشي غير كاين عاون نوع محدد هو اللي تزاد فيه. نعم. زاد فيه الثمن. وحاليا شحال الفورشات من الى شحال تقريبا الثمن ديالو الدجاج؟ الثمن ديالو الثمن حاليا دابا شحال؟ اقل ثمن كاين 170 درهم. لا لا لا، المتر كاري. آه. هذا الثمن اللي كان ديالو من قبل كان 60 درهم 65 درهم، دابا حاليا شحال دير؟ 170 درهم، هذا اخر ثمن، فهمتي؟ هذا اخر نوع ديال الثمن. وكاين الدجاج مثلا ترومبي ديال الحمام وديال سميتو ديال الشركات، هذاك راه تزاد بالاضعاف الاضعاف ديالو، مثلا كان داير 220 درهم دابا ولا داير 600 درهم متر كاري، باش نمشي ولا لا؟ هذا هو اللي كاين. بالنسبه للسلعه كما قلت لك ما بقاش كتدخل برا، في الشحن ما بقاش كيرتفع تكاليف الشحن. راه داك الشيء اللي كاين، راه ارتفاع تكاليف الشحن والضرائب والكوفيد، ما تنساش بان الكوفيد هذا الشيء دخل مع الكوفيد. نعم. ومن كتزودوا بالزجاج من اي شركات في الدار البيضاء؟ لا دابا حاليا حنا كنزودوها من الدار البيضاء. يعني شركات بحال صناعه عين السباع ولا؟ لا، كاين في الولفه، كاين في حي الرميله، كاين موجودين المكازات ديال باش كناخذوا الدجاج، كاين في ليساسفه، كاين في كاين بوزكوره، كاين موجود المكازات ديال الدجاج. شحال هنا في درب غلب من المحل اللي ترتيب الدجاج تقريبا؟ شحال تقريبا؟ تقريبا كاين واحد 20 محل. 20 محل؟ اه. 20 محل ديال الدجاج اللي كنركبوا حنا الدجاج. اش كنتمناو بانه يهبط الدجاج، حيت دابا حيت ملي كليان دابا ملي كان كيعرف واحد الثمن
دابا حنا ملي تزاد علينا الثمن كتقول لي الثمن ما كيتقبلش هذا الثمن ديال اللي تزاد عليه دابا، كيما هو ما عارفش بان راه فهمتي ولا لا، الزاج راه تزاد فيه والسلعه تزادت فيه، كنتمناو يهبط الزاج وصافي الثمن ديال الزاج وصافي.